النهاردة دي عجلة بفلوس، وانا اللي يعني ايه عجلة بفلوس؟ عجلة بفلوس. وبصوا، لو واحد هناخد، وهنا مش هتاخد حاجة، وهنا هيعمل لك ماينس، يعني بوينتس. انت ممكن تشتري بالبوينتس اللي بتطلع ديت لعيبة، اللي هم هيسعر بقى الحاجات. اللي يبقى نوعا ما سهلة شوية، بس لو طلع لك ماينس هيخليك تاخد اقل طبعا. يعني لو معايا فلوس كتيرة هقللها. فبصوا يلا هنلف. 100,000 بوينت. 100,000 بوينت، ده انت كده ممكن تشتري تشكيلة كاملة. ما انا عارف، بس لا، ما هو ايكون الواحد ب100,000. ايكون الواحد ب100,000. فبس ثانية، بصوا يا شباب، هو ايكون زي ما انا قلت لكم ب100,000 كوين، فانا والشيب شيفتر ب50,000 بس. فانا عن نفسي هشتري 2 شيب شيفتر. كريستيانو والشيب شيفتر ايه ده؟ شيب شيفتر اللي مش عارف كروت الشيب شيفتر، اوريها لكم دلوقتي اللي هي دي. بصوا هي دي، رونالدو وميسي لهم كارتين، وهم اصلا اقوى 2 فيهم يعني. فانا يلا هختار الرايت وينج. ايه ده؟ ميسي سنتر فورورد، حطه هنا مش مهم. ويلا، بس احنا مش يعني كده، احنا مش بقى معانا اي فلوس خالص. يلا هنلف تاني. مليون مليون تشتري 10 ايكون. مليون ايه ممكن يكون؟ استنى، نخلي الكروت دي مليون كوين. عن نفسي انا عايز الكروت دي تكون بمليون كوين. فانا هاخد كريم بنزيما. شباب، انا زي ما قلت لكم الكروت دي بمليون كوين، واحنا كده مليون حرفيا خلصوا. طلع يا رب ماينس، يعني كده كده مش معانا نوط، فلو طلع لنا حاجة هنقلل منها. 100 هنقلل منها 5، تبقى 95. 95 دي هشتري بيها، اشتري بيها كارت دوناروما. وفلوس خلصت كده بتاعتي، انا اشتريت دوناروما، كارت كان حلو بصراحة. يلا يلا نلف. 5,000 اشتري، ممكن مثلا اشتري واحد ده مش دايكون، وضع ايكون المفروض، بس ما اعرفش يتحسب بايكون ولا الكروت اللي مليون ديت. بس خلاص هجيب ده بكام العادي الايكون. ها ده بكام؟ اقول لك، هجيب تشافي كده، سمعنا 4,000، بس انا مش عايز اعمل حاجة منهم. ايه ده؟ مليون ماينس. مليون ماينس ازاي؟ مليون ماينس 1,000، وانا ماينسهم ازاي دي؟ كده مش معايا حاجة. 5,000 ماينس 5، اصلا مليون ماينس، مش معايا فلوس، مش 500,000 ماينس. اخيرا مش معايا غير جنيه. الجنيه ده هشتري بيه، للاسف ان لازم كل ما يجيلي فلوس ادفعهم اشتري بيه واحد جنيه. مش عارفه اشتري بيه ازاي، بس هشتري واحد بيه برونزي.
مش عارفه اشتري بيه، بس هشتري رود ده نحط سنتر ميدل لغاية ما نلاقي واحد غيره. يلا خمسة مليون هشتري بيهم مين؟ ممكن اشتري ادي واحد 4 مليون، معايا 4 مليون، ممكن 4 مليون اشتري بيهم نيمار. اهو لقينا. لا نيمار، لا نيمار، لا مسح ده، مش عايزينه خلاص. ممكن اشتري كازيميرو كده، ولا 4 مليون خلصوا. يلا نلف تاني جري، بس اشتري لعيب واحد وكمان برونزي. برونزي ونعمل بيه مين البرونزي؟ ألف 50,000 هشتري فيرا فان دايك. شي ايه ده؟ 100 100 ممكن لعيب جولد. لعيب جولدي، لعيب الجولد مش حلوة اوي، بس احسن تاني احسن واحد سيرجيو راموس. نلف ماشي عشان ماي ماشي. انا ممكن امسح كل الماينصات دي، والله ما بهزر، ممكن امسحهم كلهم. طب امسحهم يا شباب، انا مسحتهم كلهم، مبقاش في غير بلس. انا هلف دلوقتي 500، ممكن اشتري بيهم واحد جولد. لو انا في حاجة عملت غلط قولولي. انا ميسي، لا ميسي عندي، سيب ميسي جولد، انا مش عايز تبقى خطتي قوية اوي، سيب ميسي الجولد. لف 5 5 برونز، هي خطتي مش هتبقى كلها برونز اكيد. ماشي هجيب 5 برونز اهو، ده عندي واحد منهم. جرود قلت هجيب، عندي 2 جرود. جبتهم ايه ده؟ وقولوا لي في الكومنت خطتي حلوة ولا لأ. تبديلات كلها 1 2 3 4 5 كلها وحشين، كلها وحشين. 1000 حلو. تعرفين ان انا ممكن لو جالي فلوس ممكن امسح لعيبة؟ 1000 دول هيخلصوا اول ما امسح كل اللعيبة. وايه الـ1000 خلصت؟ قلنا ايه تاني؟ 500,000 هشتري بيها محمد صلاح، وايه كمان؟ اشرف حكيمي. الله لف هيجيلي مش برونز تاني، برونزات عمالة بتيجي، والناس اللي انا مش عايزهم وعمالين بيجولي. 50,000 همسح ده واشتري 3 لعيبة. اول واحد بيليه، تاني واحد هيبقى جاشي، دول الاتنين الوحيدين اللي انا ممكن اشتريهم. 5 مليون، 5 مليون اشتري، ممكن اشتري اليسون. ومين تاني؟ اليسون ده
نخلص الخطة حالا. و يا شباب لو اذا عجبكم الفيديو ما تنساش تشتركوا في القناة وتدوس لايك و سلام عليكم.